كيفكم؟ إذا كنتوا جداد أنا اسمي بيرلا، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. فيديو اليوم رح أحكي لكم إيش في أشياء بتنعمل بهالحجر الصحي. كلياتنا عارفين إنه إسه في المرض المنتشر اللي هو الكورونا، كلياتنا مجبورين نضل ببيوتنا عشان نحمي حالنا ونحمي عيلتنا واللي بنحبهم، فالقعدة بالبيت مش حوينة وفيش شو تساوي بأغلب الوقت غير تنام وتقوم تاكل وتنام، يعني مفيش شيء ثاني غير تاكل. فاليوم رح أقول لكم هيك كم إشي بتقدروا تسووه لحتى تمرقوا الوقت وتتسلوا فيه. ان شاء الله هاي الفترة تمرق على السريع وتكون اقصر من شو احنا بنتوقع ويروح هذا المرض ونقدر نطلع ونرجع لحياتنا الطبيعية. اول اشي كما انتم شايفين شعري مش مجعد مش كاري، وانا الفيديو اللي قبل هذا منزلي انه ما تعرضوش شعركم للحمل، ما تعملوش اشي لشعركم الكاري خاصة لانه شعر حساس بدنا نحافظ عليه صحي. شعري هيك ليه؟ لان بالحجر الصحي جربت اعمل شعري يكون مالس بدون حمل. رح اترك لكم رابط الفيديو اللي اتبعته اذا بتحبوا تحضروه بالصندوق الوصف تحت، جربت هاي الطريقة وصراحة نفعت يعني بس مش 100%، لانه شعرنا مجعد كتير رح يضل في خصل اللي هي مش 100% مالسة. اما هاي الطريقة كتير منيحة حسيتها لشعر الكيرلي لما مثلا يكون في عندك مناسبة بدك تعملي شعرك مالس، انك تعملي هاي الطريقة بدون حم، وبعدين لما تيجي تحطي الحم على السريع رح يمشي معك، يعني فيش دقيقتين بتكون صرتي مخلصة شعرك ومالس على الاخر، بكتير احسن من ما يكون شعرك كيرلي عادي وتقعد تملسي من اول وجديد. فهي الطريقة بتحمي بتقلل الحم وبتقلل الضرر لشعرك. اما مثلا اذا شعرك انت ويفي او شبه مالس هاي الطريقة رح تزبط علي على الاخر بدون ما تستعملي حرارة. شوفي موديلات شعر جديدة اللي انت تجربيها، واذا ما زبطتش معك عاودي جربي، شوفي فيديوهات كيف بتنعمل، وتعملي ماسكات طبيعيه لشعرك. مش ضروري انت تشتري ماسكات من برا، من الاغراض اللي عندك اياها بالبيت، خضره فواكه اي شيء، شوفوا خلطات طبيعيه واعملوها لشعركم. هذا الوقت لحتى تعتني بشعرك وببشرتك كمان، بتقدر تعمل ماسكات للوجه. فاذا كنت كل يوم تطلعي من البيت وتحطي كميه ميك اب على وجهك هاي الفتره، هي بما انك قاعده بالبيت ريحي وجهك، ريحي شعرك من كمية الحرارة اللي كنت تستعملها إذا كنت تمسحي شعرك يوميا. استغلي هاي الفترة بإنك تعتني بحالك، حطي مناكير، حطي مناكير كتير إشي بيضيع وقت وكتير إشي بيسلي. يعني أنا اليوم حطيت لون أزرق إنه أجع بالي، بكرة بقدر أمحي وأحط أخضر، بعد بكرة بمحي بحط أصفر. مين شايف؟ حطي كل أطفال لون، جربي إشي جديدة، جربي إرسمي على اظافرك. لو في عندك كتب اللي هي مش ملونه لونيها، تسلي، ادهن، ارسم، تعلم الرسم. حابب اشي من زمان انك ترسمه، حابب ترسم عين، حابب ترسم بيتك من جوا، في ملان فيديوهات بتشرح كيف ترسم بالقياسات المضبوطه عشان يطلع بالضبط كيف ما موجود بالحقيقه على الورق. فاذا في عندكم جزدين او شنطات اللي هي قديمه ومش عم تستعملوها، او اي شنطه او جزدان اللي انتم حابين تغيروا من شكله شوي، بنفع انكم ترسموا عليه او تدهنوا عليه مثل ما انا عامله هون. من هاي جهه انا راسمه عليه شكل ورده، من الجهه الثانيه اخذت صورتي ونقلتها هون، رسمتها ولونتها بدهان خصوصي، فصار عندي جزدان اللي مرسوم عليه انا من الجهه الثانيه ورده. لانتم بتقدروا ترسموا عليه اي شيء بيجي على بالكم او بخطر على بالكم، وممكن حتى تجيبوا جزدان اللي ترسموا عليه حدا من قرايبكم، حدا من صاحباتكم، وتقدموه بعد ما يخلص هذا الحجر، تقدموه لهم اياه وشوفوا قديش رح ينبسطوا. يعني عن جد رح تكون هديه كثير مميزه. فشوفوا فيديوهات ايش ممكن تسووا، فعاليات صغيرة بالبيت اللي هي أساور، حلق، أي إشي اللي ممكن تقدموه بعد ما يخلص الحجر لأصحابكم، وشوفوا قديش رح يكون له معنى، إنه رح يحسوا إنه عن جد أنتم فكرتوا فيهم بهذا الحجر وعملتوا لهم إشي مميز. ولو 10 دقائق تمرين رياضة بالبيت رح تحسوا نفسيتكم تغيرت وحتى جسمكم أكيد رح يتغير. فلو على القليل 10 دقائق يوميا، بما انه في عنا ميلان وقت 10 دقائق بكل نهار، عن جد صدقوني مش رح تحسوا فيها. احضروا مسلسلات، المسلسلات كثير بتضيع وقت، مسلسلات، افلام، اي لغه بتحبوها، حابين هيك تتعلموا اشياء جديده، مصطلحات جديده بلغه مختلفه، احضروا فيلم او مسلسل بهاي اللغه اللي انتم حابينها، او احضروا مسلسلات وافلام باللغه العربيه. حاليا انا عم بحضر هيك مسلسلات عربيه مصريه كوميديه اللي هي بتمرق الوقت بشكل كثير سريع، واحنا مش ناقصنا نكد، يعني انه
اللي فينا مكفينا، تحضروش مسلسلات فيها نكر. اذا ما عندكوش وقت انه تتعلموا لغه بشكل دائم يعني بشكل منظم ومكثف، تقدروا تحضروا تعلموا هيك كمان مصطلح خفيف من عن طريق المسلسلات. فاذا عندكم وقت انه تتعلموا لغه، اتعلموا لغات جديده، العبوا مع اخوتكم، قضوا وقت معاهن، اعملوا كل التحديات اللي مثلا بتشوفوها انتم على اليوتيوب، اعملوها، مش ضروري تصوروها بس اعملوها مع اخوتكم، رح تمرقوا وقت بشكل اسرع ورح تتعرفوا على اخوتكم بشكل اكبر، تتسلوا معاهن. فمثل ما قلت لكم بالاول انه رح وجهكم بدون مكياج اذا كنتوا تحطوا كل يوم، بس هاد بمنعش انه بيوم هيك تحسوا انه جعبك تحطوا مكياج، جربوا اشياء جديده، شفتوا صورة اللي انتم عن جد المكياج فيها عجبكم، حاولوا قلدوها، حاولوا اعملوا مثلها، ما زبطتش معكم عودوا عيدوا حتى يزبط، هيك تتمرنوا انتم تعملوا ميك اب بشكل احسن، فجربوا اشياء غريبه بالميك اب اللي انتم ولا مره حطيتوها من قبل، مثلا حطوا حمرة ليلكي. انه ممكن ولا مره فكرتوا انه يطلع حلو عليكم ومنظر غريب، ممكن يكون بس حطوا بلكي طلع حلو، البسوا اي شيء زي كانه طالعين على مطعم، طالعين على سهره، حتى لو انتم قاعدين بالبيت يعني بتقدروا تاخذوا شويه صور وانتم بالبيت وتحطوها على الانستغرام، فهيك انتم بتكسبوا كمان. فيس تايم مع اصحابكم، فيس تايم مع افراد من عائلتكم اللي انتم صار لكم زمان مش شايفينهم واشتقتوا لهم، احكوا معاهم فيس تايم، اقعدوا اتخرفوا زي كانه قاعدين انتم مع بعض، حتى ممكن تلعبوا العاب عن بعد يعني. جيبوا دفتر اكتبوا عليه لو انك اسا برا ايش كان ممكن تساوي، لو انه اسا ما فيش هذا الحجر وين المحلات اللي انت حابب تروح، وين نفسك تروح. انا مثلا اسا نفسي اروح على البحر، رجع بالي اروح على الملاهي، كل هاي الاشياء اكتبوها على ورقه على دفتر، وعشان لما يخلص الحجر تشوفوا ايه هاي المحلات اللي انتم عن جد حابين تروحوا عليها تحققوا هذا الشيء بتروحوا. اقرأوا كتب، مش شرط انه يكون هالقد خمل الكتاب، يعني انه ممكن تقروا مجلة، ممكن تقروا عن صيحات الموضة مثلا اذا هالقد الموضة بتهمكم، ايش في اشي موجود حاليا، اقرأوا عن معلومات جديدة، اقرأوا عن الفضاء، عن القلب كيف بيشتغل، عن كتير اشياء اللي هي مفيدة ورح تفيدكم، معلومات عامة. او ممكن شفتوا كتاب لهالقد حابينه بس انتم بتحبوش القراءة، في ملان مواقع اللي هي بتقرا لكم الكتاب، فانتوا بتسمعوا شو مكتوب. افتحوا اليوتيوب واكتبوا بيرلا سيباني واحضروا فيديوهاتها، عن جد فيديوهاتها كثير بتسلي وكثير بتضحك، يعني انا كل يوم احضر فيديوهاتها، احضروا فيديوهاتي، ممكن اللي انتوا تتفرجوا تشوفوا انه في فيديو مش حاضرينه وفيديو عن جد يكون حلو وتستفيدوا منه. فملان مدارس، ملان جامعات حاليا في دراسه اونلاين، فاذا انتوا عم تدرسوا اونلاين هذا الاشي بمرق الوقت، اعملوا وظايفكم، حلوا اوراق عمل، طلعوا اسئله عن المواضيع اللي بتتعلموها، اقرأوا عن المواضيع هاي اكثر، فهذا الاشي رح يفيدكم بس ترجعوا على المدرسه ويكون في عندكم معلومات زياده، رح تكونوا الاوائل بالصف. امسكوا تليفونكم وامحوا كل الصور والفيديوهات اللي بدكوش اياها، في ملان صور اللي هي مصوره بالغلط، في ملان صور اللي انتم بدكوش اياها صدقوني، وفيديوهات اللي هي على الهبل، وامحوا كمان الابس اللي انتم بتستعملوهاش، التطبيقات اللي انتم بتستعملوهاش، رتبوا خزانتكم الاواعي، قيموا كل الاواعي اللي انتم صار لكم سنين بتلبسوهاش، عارفين حالكم مش رح تعودوا تلبسوها، قيموها حطوها بكيس تبرعوا فيها، في ملان ناس اللي هي محتاجه اواعي، بدل ما تكبوا هاي الاواعي بتقدروا تتوجهوا لمؤسسات، لكنايس، لمساجد، لاي جمعيه اللي هي انتم واثقين انه رح تودي هاي الاواعي لناس محتاجه فاعطوها اياها. فبعد ما عملتوا هاي الخطوة، بما انه احنا قاعدين بالبيت وعند البنات خاصة في مشكلة اللي هي بدنا نطلع مشوار او بدنا نطلع محل، باخذ معانا 24 ساعة لحتى نعرف شو بدنا نلبس. انا لقيت كل حل، الحل هو تفتحوا الخزانة بالوقت الفراغ اللي احنا عنا اياه هذا، تفتحوا الخزانة طوله اوتفيتس، طوله لبسات اللي ممكن تلبسوها انتو لعدة مناسبات، طالعة مع صحباتك، رايحة تحضري فيلم، رايحة عند افراد من العائلة، تعملي شوبينج، كل اللبسات اللي تخطر على بالك طوله انتو بلوزة معينة وغيروا عدة بناطلين او غيروا من بنطلون لتنورة لهيك لهيك لهيك. فهاي اللبسات اللي انتم بتطلوها البسوها وصوروها، صوروها بتليفونكم، خلوها بتليفونكم، افتحوا ملف جديد اللي فيه كل هاي الصور للبسات المختلفة، فانت المرة الجاية لما تيجي تطلعي من البيت مش رح تقعدي تحتاري كثير بشو ممكن البق اواعي، لانه
تليفوني صار فيه الصور لبسات اللي انت ممكن تلبسيها لاي مناسبه. فبنفس الوقت اذا انتوا حابين تاخذوا افكار للبسات، انا فتحت صفحه جديده على الانستغرام اللي فيها بعرض افكار للبسات. اذا بعدكم مش عاملين لي فولو اعملوا فولو، عن جد هذا الاشي كتير رح تستفيدوا منه. لبسات جديدة، افكار جديدة، ستايل جديد اللي انتم ممكن تجربوه. جربوا اطبخوا، تعلموا الطبخ. اذا بتعرفوش تطبخوا هذا الوقت الكم عشان تتعلموا. إيه انا مثلا بحبش اطبخ، بس ممكن اتعلم كيف اعمل كعكي مثلا. افتحوا البوم صور من وانتم صغار، سيديهات، فيديوهات لصورينكم اهلكم وانتم صغار، احضروهن مع عيلتكم و تفرجوا على هاي الصور، استرجعوا ذكريات، لانه عن جد رح تلاقوا صور اللي في لها قصص كثير بتضحك. غسلوا فراش الميك اب، الفراش اللي انتم صار لكم زمان مش طايلينها، كلها ميك اب، كلها اي شادو، كلها فاونديشن، غسلوها. هذا اجل وقت لحتى تغسلوها. فبما انه عم بتغسلوها وتركتوها تنشف، بهذا الوقت انتم تركينها تنشف، شوفوا الميك اب اللي عندكم اللي خالص تاريخه مش عم تستعملوه صار منشف، اجل وقت لحتى ينكب. تعلموا العزف على شيء آلي، آلي اللي انتم من زمان بتحبوا تعزفوا عليها، تعلموا كيف بنعزف عليها، تعلموا النوتات. اللي بعرفش منكم، انا صغيرة كنت اعزف بيانو مر كتير 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 سنين وانا مش صايبته للبيانو. فهاي الفترة استغليتها ورجعت شوي، حسيت بشعور كتير حلو انه يعني عن جد واو قد ايه زمان صار لي مش ماسكته للبيانو، ولسه رجعت زي كانه امبارح كنت ادوق. ففي ملان ناس اللي هي بتفكر حالها بتعرفش تتصور او بعرفش اضحك منيح بصوره، يعني في ملان ناس هيك عن جد. فاجا الوقت هذا بما انك قاعده بالبيت، افتحي كاميرا تليفونك وقعد تصوري، شوفي اي البوزات اللي انت عن جد بترتاحي فيها وبتبيني حلو فيها. هي كلها قصه ضاي، قصة الزوايا. اقعدي جربي عدة صور، واذا بتحبوا انا اعملكم فيديو كامل كيف انا باخذ صوري، حطوا لايك للفيديو واكتبوا لي بالكومنتس بالتعليقات تحت اذا بتحبوا تشوفوا هذا النوع من الفيديوهات. بعرف انه الوضع الاقتصادي بكل البلدان حاليا مش احسن اشي، افتحوا الانترنت وشوفي اواعي اللي انت حابه تشتريها او موديلات مثلا بناطلين او بلايز اللي هي غريبه، وجربي طبقيها على شو عندك انت بالبيت. بدل ما انت تشتري جديد جربي انت تطبقيه بالبيت، فهيك انت بتمرقي وقت وبصير البنطلون اللي انت شفتيه بالانترنت بصير عندك منه بدون ما تشتريه. قربنا نوصل 150,000 مشترك وصديق، فاعملوا سبسكرايب، اشتركوا بالقناه اذا بعدكم مش مشتركين، وتنسوش تقولوا لاصحابكم انه يشتركوا بالقناه لانه ليش لا. فهيك حبايبي خلص فيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا، واذا ما عجبكوش الفيديو برضه نفس الشيء. بشوفكم حبايبي بالفيديو الجاي، باي. Bye.